في العيد نزف تهانينا للأمة خير أمانينا في العيد نزف أمانينا للأمة خير أمانينا بارك يا رب لنا العيد 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 وارض اللهم عليكم واهلا وسهلا فيكم. رح نبدا اولى محطاتنا لليوم مشاهدينا مع الانشاد الديني الذي يعد رحله فن روحي بدا منذ عهد الرسول الكريم ومر بمراحل عديده عملت على تطوره حتى اصبح منافسا قويا لفنون اخرى. اكيد نرمين الانشاد الديني بكلماته والحانه بخاطب الروح وبحلق بعالم الجمال ويعلي من قيم المحبه والتسامح اللي بينشدها جميع المؤمنين. البداية كانت مع المنشد حسام طيارة وضابط الإيقاع سامر قويدر. أهلا وسهلا فيكم، عيد فطر مبارك، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير، علينا وعليكم الصحة والسلامة، تقبل الله طاعتكم جميعا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، مرحبا سيد حسام. ونحكي عن زمن الإنشاد ونرجع بالتاريخ لورا ونعرف من أين بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإنشاد الديني ابتدأ أول من مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، والدليل في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، وقال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هذا مدح سيدنا أبو طالب. أيضا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أمه آمنة رضي الله عنها. وأيضا أحد الصحابة سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأجمل منك لم ترى قط عين، وأكمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الإنشاد الديني كان بالمرحلة الأولى هي عبارة عن ترجل، يعني أشعار يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت ملحنة مثل ما هلأ نحن بزماننا. أيضا من الصحابة الكرام الأحباش رضي الله عنهم عندما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وقالوا عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، إلى باب داره، وقالوا: محمد رجل صالح ويرقص بالرماح. فالسيدة عائشة كانت تنظر إلى هذا الرقص ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أكتفيتي يا عائشة، أكتفيتي. إلى أن انتهى الأحباش رضي الله عنهم. انتقل أيضا المدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين. الإمام البصيري رضي الله عنه قال في البردة الشريفة: محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. نعم، يعني رحلة الإنشاد هي رحلة كتير عظيمة وقديمة من زمان، ولكن بالعموم الإنشاد نحن تعودنا عليه إن هو مساحة روحانية بتنقلنا هيك للطمأنينة والراحة. نحن اليوم معكم بدنا قدر الإمكان ننتقل لهي الطمأنينة بأصواتكم وبالإنشاد. ممكن نسمع أنشودة تانية من حضرتك. روح معك يا رب عبادي، رجائي رجائي ورضاك أبغي، فاستجب لي دعائي
وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجبني دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. يسلم هالصوت واكيد مكفئين معكم. رح ننتقل لضابط الايقاع السيد سامر قويدر نحكي اكثر عن وجود اليوم الايقاع والآلة اللي موجوده معك اليوم وقديش عم تطفي على الانشاد خصوصيه وروحانيه خاصه. تماما الانشاد الايقاع عفوا حقيقه اذا تفكرنا بنشوفه حوالينا منذ ان خلق الكون ف يعني تعقب الليل والنهار وضربات القلب كل شيء يعني يكون تحت اسم الايقاع لانه الايقاع يعني مجملا هو تنظيم الحركات ضمن زمان فهو الإيقاع موجود بكل الكون بالإنسان بالطبيعة بالمطر بالجو بكل شيء أكيد يعني دائما الأصوات اللي ممكن تكون خلينا نقول في حالة من الدمج بينك وبين الإنشاد يعني ممكن أنت تقدر تعطيه وهو يعطيك لحتى تطلع عنا هاي الأنشودة تماما قبل ما نختم حديثنا كمان حابين نستمع لأنشودة تانية وخصوصا من وحي أيام عيد الفطر المبارك الشدة أودت بالمهجي يا رب فعجل بالفرج الشدة أودت بالمهجي يا رب فعجل بالفرج الله 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 يا الله يا خالقنا يا بارئنا قد ضاق الحبل على الودج يا خالقنا يا بارئنا قد ضاق الحبل على الودج الله 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 يا الله الشدة أودت بالمضج يا رب فعجل بالفرج الشدة أودت بالمضج يا رب فعجل بالفرج الله 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 يا الله. نعم يسلم هالصوت. يعني قبل ما نختم مع حضرتكم حابين نسمع منكم انشوده اخيره ولكن اذا في معايده بتحب توجهوها تفضلوا. اول شيء موجه معايده لسيد الوطن بقول له كل عام وانتم بخير مجلسنا العربي الباسل ولاهلنا في سوريا إن شاء الله هالشدة حتزول بإذن الله تعالى لكن الله كما قالت الأنسة إن شاء الله يعني علينا بالأمور الاحترازية إن شاء الله بتعدي أزمة وبتعدي إن شاء الله تعالى تفضل حضرتك.
طبعا اول شيء بنحب نعايد القياده الحكيمه ونقول لك العام وانتم بخير والله يحمينا الجيش، ونحب نعايد الامه الاسلاميه جميعا والاهل والاصدقاء وجميع الاحباب، وان شاء الله تعدي هالازمه على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا. شكرا. تفضلوا الانشوده الختاميه بعد اذنك. تفضل. محبوبي بالوصال أنعم عليا، محبوبي بالوصال أنعم عليا، وجد بالنوال منه إليا، وجد بالنوال منه إليا، قد طفت حول البيت سبعا ملابي، راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي، راجيا رب البيت يغفر لي ذنبي، وبالكعبة الغراء قد نمت شوقا، ومن يهوى الحسنى يذوب عشقا، ومن يهوى الحسنى يموت عشقا، محبوبي بالوصال أنعم عليا، وجد بالنوال منه إليا، وجد بالنوال منه إليا. شكرا. شكرا كثير لكم، وشكرا لوجودكم معنا. اهلا وسهلا. شكرا لكم المنشد حسام طيار وضابط الايقاع سامر قويدر، شكرا لوجودكم معنا. اهلا وسهلا.